منذ الطفولة وأنا نحب الموسيقى ونسمع الموسيقى، وكنت نحب أن أكون مغنيا. يوسف ترك الجزائر والذكريات حتى ببيروت يحقق النجومية اللي حلم فيها من الطفولة، واليوم الحلم حيصير حقيقة مع نجوم بلا حدود. أصدقائي وعائلتي ساعدوني ماديا ومعنويا لكي آتي لبرنامج نجوم بلا حدود. أنا جاي لبرنامج نجوم بلا حدود من أجل تحقيق حلمي واللي هو النجومية. أحيانا الحظ ما كان معي، وكمان الظروف المادية ما ساعدتني، حتى الجيتار ما هو لإلي. نتمنى من كل شخص عنده طموح وعنده أحلام يسعى إلى تحقيقها بالرغم من كل المشاكل والصعوبات اللي واجهها، لأنه دايما في أمل.